أقل مان سيتي لا يبتعد عن فرق الصدارة، لا يبتعد عن مركز الصدارة بمعنى أدق، دائما ما يكون هو منافسا قويا على مركز الصدارة. وكرة هدف أول سيتي، نعم كولينز سجل في مرمى هدف أول سيتي. صديقة شوف اللقطة مرة أخرى، عفوة قاتلة، نعم كانت قاتلة، تحرك ممتاز من جانب ناباس وكرة عرضية كولينز. لو كنت مهاجما لما سجلت بهذه الطريقة، لو كنت مهاجما للهامرز لما سجلت بهذه الوضعية. كرة كانت من جانب كولينز سجل وبعد ذلك تقدم السيتي، عرضية ناباس في مرمى هدف الإيران الصديقة. لعب لفترة مع ريتشارد دان، هل لدان دور في ذلك يا ديو كولينز؟ سؤالي مطروح عليك. ودان هو أكثر لاعب سريع، انطلاقة لأجويرو، عدى أجويرو، مر أجويرو هنا باص، وأجويرو هدف ثاني للسيتي. عادت متعتهم وعادت قوتهم وهذه عاداتهم. شوف اللقطة المرتدة، أجويرو عادت كولينز، ذهب أدراج الرياح، لمس النماس، وأجويرو الهدف رقم 101، الهدف رقم 101 في مسيرته بعد تمريرة نماس. الله على سيتي، هو المان سيتي، هذه قوته وهذا هو أداه. وبالفعل الآن يتقدمون، يمتعون، يبدعون، يسجلون، الحياة تعود إلى ملعب الاتحاد. هم أرادوها هكذا وهم يعرفون أن هذا ملعب الأمجاد. نعم هدف ثاني، اندفع الهامرز وترك المساحات، ترك الشوارع للاعبين لديهم مهارات ولديهم إمكانيات عالية، لذلك يقبلون ويستعمل الهدف الثاني ويحصل